على الصورة اليوم يلعب ممكن براس حربة سفيان رحيمي اللاعب الذي أبلى بال الحسن في المباراة الذهاب أمام لاسيك ميموزا وأنا شبرون الوافد الجديد على القناتي الرجوية والقادم من فريق المغرب التطواني أصحاب الخبرة زكريا حريف اليوم على الرواق ومحمود بن حليب نجم الرجاء الرياضي اليوم كذلك حاضر في الجبهة الهجومية الاحتفال بصلاح الدين باي وابراهيم نياسي على مستوى وسط الميدان الدفاعي بينما القلب الدفاع عبد الرحيم الشاكير بدر بنون على اطراف عمر بوطيب وعبد الجليل شبيرة هكذا والتصور بالنسبة للمدرب الاسباني خوان كاروس كاريدو بالمقابل اماني لومبيرت يعتمد على العناصر التالية بامبا اسم كبير على فكرة في اليومين الماضيين حلت الذكرى السنوية الاولى لرحيل الاسطورة بينما هنا كرة فرصة جول 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 رجاوي الله على الرجاء الله على الخضرة الوطنية بن حليب يا استاذة بن حليب حطها بن حليب جابها 1-0 تهتز الكرة السود 1-0 مع الكرة في الشبكة تهتز مع مدرجات الكرة السود الكرة السود زايا والرجاء زايا والأفضلية للخضرة الوطنية هذه الإعادة تيكي تاكا وتحضير والأروع بن حليب بلمسة الكبار بن هو من الكبار شوف أناس حطاله بالملي جباله بالملي وبن حليب بالنظرة الثاقبة الخضرة الوطنية حاضرة الخضرة الوطنية في انتظار الانتصار هذه الإعادة لكرة بن حليب بعد باص ولا أروع تحضير ولا أجمل طاوي كان متوج بثالث ألقاب دوري أبطال إفريقيا وعدنا كذلك السفري الدولي المغربي واللي عاش تجربة الشامبيونز ليغ الإفريقية مع فريق الرجاء الرياضي بينما حدري تمشي كرة أمامية فرصة الثاني هو جول الشباك الإيفوارية ومع تهتز مدرجات الكرة السود خطأ فادح الرجاء ما يرحمش الرجاء جاب مرة أخرى هنا بلمسة من زكريا يضرب بها خط الدفاع الإيفواري مشاهدينا الكرام الخبرة مع الشباب هكذا والرجاء يا سادة شوف الغلطة الكبيرة شوف بن حليب جابها حطها بالملي زكريا بهدوء يقول لي بامبا معليش الثاني ممكن الثالث والرابع يا الرجاء الأمور سالكة الطريق سالكة يا الرجاء البيضاوي الصدارة تناديكم يا الرجاء الصدارة في الانتظار لهذه المجموعة الأولى يا الرجاء هذا هو حدريف نعم حدريف بالخبرة حاضر ولكن دور كبير قام به بن حليب مبارتك يا بن حليب اليوم يومك يا بن حليب بنون وأين تموقع بنون يخلي الضغط رجاوي في هذه اللحظة جبرون عندك مساحة جبرون 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 الثالث سدد اضرب 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 لا غير معقول غير معقول هدف ثالث يضيع للرجاء وهو من تموضع في منطقة الجزاء نياسي عمل كبير قام به في الكرة الماضية تمشي أمامية من أنس زنيتي يلعب لبن حليب تحرك بن حليب ممتاز يمينا يسارا في كل مكان متواجد بن حليب ثقل وقوة الرجاء في الخط الأمامي بن حليب شوف لمسة الكبار بن حليب يلعبها لرحيمي رحيمي رحيمي جول 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 الرجاء الفراجة الرجاء دقة دقة الرجاء الجمال رجاوي في مسرح دونور ملحمة رجاوية إبداع هنا في مسرح دونور الراجة تعيد الزمن الجميل الراجة مع الجيل الحالي يعيد الزمن الجميل الراجة الفراشة والراجة الإبداع والراجة الأهداف 3-0 للخضرة 3-0 لولاد الخضرة في مسابقة الكاف رحيم حطها ومتابعة من زكريا حدريف دورك يا زكريا يعود زكريا عاد إليكم من جديد زكريا حدريف مرعبهم حدريف المسجل حدريف يزور الشباك الإيفوارية مرة
أخرى. 3-0، أحلى السيناريو في هذه الجولة الأولى مشاهدي الكرام، لما تسجل الثالث في الوقت بدل الضائع، الرجاء بنسبة كبيرة سيفوز في هذه المباراة. لذلك يتدخل لاعب تعبي، ليس تعبي ولكن ياو من أخرج الكرة عليها الجانبية. إذن تلعب الجانبية بسرعة، ركلة جزاء للرجاء الرياضي مشاهدينا الكرام. يتواصل الطوفان، يتواصل الطوفان الأخضر، والرابع تقريبا هي ركلة جزاء. نقاش بين العناصر الرجاوية، من سينفذ ومن اصطادها؟ نتابع الإعادة، من اصطاد ركلة الجزاء ومن سينفذ؟ ومحمود بن حليب، الشباك تناديك من جديد يا بن حليب. هذه اللحظة اصطادها، جابها رحيمي، جابها رحيمي. شوف الإعادة بذكاء، يسقط في منطقة الجزاء. الله عليك يا رحيمي، هنا روح الشباب حاضرة. رحيمي جابها، وبن حليب يبحث عن الشباك الإيفواري من جديد. بن حليب يتقدم الآن، بن حليب يتقدم، بن حليب جول، بن حليب جول، بن حليب جول. الخضرة الوطنية، الرابع للكتيبة الرجاوية، والثاني الشخصي لك يا بن حليب. سجل في الجولة الأولى، ارجع مرة أخرى، نعم افتحية لك يا بن حليب، يرد على المنتقدين. سجل في لاسيك في مباراة الذهاب، ويدون الثنائية الشخصية في مباراة الإياب. معدب الإيفواريين، قائر الإيفواريين، لاسيك أمام بن حليب. بن حليب وجه لوجه مع الفريق الإيفواري، يسجل في الفيليكس هوفويل بانيي، ويسجل في كأس هدفين.